صباح الخير بكل مشاهدين برنامج بيت العالي على قناة الحقيقة الدولية. اليوم رح نتعرف أكثر مع الكوتش روبا الخطيب على أهمية الرياضة للسيدات وقديش مفيد إنه السيدة تمارس الرياضة، بالأخص في كتير سيدات بيعانوا من الديسك أو احتكاك بالركبة أو نقص بعض الفيتامينات أو الصبايا اللي عم بيعملوا عمليات قص المعدة أو ربط المعدة. روبا الخطيب من سان شاري جام، دارس إدارة تدريب رياضي من الجامعة الهاشمية. تحكي لنا شوي كوتش روبا عن أهمية الرياضة بشكل عام لكل جميع الفئات العمرية وللسيدات. طبعا زي ما كلياتنا بنعرف انه الرياضة مهمة لجميع الفئات، طبعا بالذات للسيدات، لانه اغلب السيدات بخاف او عندهم نوع من التوتر انهم يجوا على الجيم ويمارسوا الرياضة، لانه نحن مجتمع شرقي زي ما بنحكي يعني تقريبا. طبعا الرياضه كثير مهمه للجسم ولتخفيف الوزن وللناس الفيت وحتى اللي عندهم ثقل بالوزن، يعني لجميع الاجسام وليست تختصر بس للناس اللي عندهم وزن عالي. نحكي اكثر شويه عن السيدات اللي بيعانوا من بعض الامراض وقديش الرياضه مهمه ومفيده لهم. طبعا نحن مش بس هي تقتصر بس عن السيدات اللي عندهم امراض، طبعا نحن بيجي لعنا ناس عندهم مثلا ديسك. هلا مثلا نيجي طبعا للديسك، ممكن انه احنا يعني لازم اول ما تيجي عنا الصبيه تيجي تحكي نسالها، نحكي لها شو في عندك امراض، شو في ما يعني من شو بتشكي. طبعا هذا لازم اول شيء لازم نسويه. امراض الديسك ممكن احنا نوديها مثلا للسباحه، في عنا كمان هشاشه العظام، هشاشه العظام لها تمارين وكلاسات، نفتح كلاسات معينه للسيدات اللي عندهم هشاشه عظام، اللي عندها ضعف بالعضلات، اللي عندها نقص بالفيتامينات. طبعا هي ما بتقتصر برضه كمان ان في عندي كمان عندي نوعين، مثلا الناس اللي عندهم اوزان عاليه واللي عندهم اوزان خفيفه، ممكن ناس ممكن نعملهم شيب. بالبدايه نحن لازم ان احنا نعمل الورم اب. الورم اب اللي هو الاحماء، الاحماء زي ما احنا شايفين الصبايا هون. طبعا الاحماء ليش احنا بنعمل الاحماء بالكلاس؟ الاحماء بالكلاس هو لحتى احنا نهيئ العضلات لبدايه كلاس قوي. شو ما كان نوعيه الكلاس لازم يكون في له ورم اب لحتى انه نقدر انه نبلش كلاس من دون اصابات رياضيه ومن دون اي تعب ممكن انه يصيبهم. بعد الاحماء ممكن احنا بنبلش بالحركات اللي بتفيد العضلات. نحن ممكن نبلش باللور باك، بالابر باك، بكل شيء بخص البادي. طبعا زي ما احنا شايفين الصبايا هون، طبعا فينا نحكي عن الجامب. الجامب كثير مفيد للجسم كامل، هو بنحت الجسم بجميع عضلاته. تمام، خلال الكلاس لازم نكون احنا مبلشين بنبلش بالراس لا الصدر لا اللور باك لا اللور بادي. طبعا بنهايه الكلاس لازم نعمل الكول داون. الكول داون هو اللي هو بيساعد على الريلاكسيشن للجسم لتهدئه العضلات بعد تمرين طويل، لحتى انه ما يصيبهم برضه كمان نفس الشيء زي ما حكينا بالورم اب. الكول داون هو نفس فائدته، لازم انه احنا نعمل الكول داون وتمرينات الاطاله لحتى انه ما يصير معانا اي طف للمستقبل. دانا ليكرونز صبيه فات، وزن قليل مش وزن عالي، اجت لحتى تعمل شيب لجسمها ولحتى انها تفصل العضلات. طبعا بهذا الوقت ممكن انا بالاول بعطيها اول شيء بنبلش معاها كارديو لحتى نهيئ عضلاتها لشيء معين. طبعا بعدين بعطيها اوزان، ببلش معاها من الاوزان الخفيفه لحتى نبلش معاها لاوزان عاليه، طبعا مش اوزان عاليه لحتى انها تقدر انها تفصل جسمها بالشكل المناسب اللي هي حابيته. بنستخدم لها اوزان اللي هم بيختلفوا اوزان سيدات عن اوزان الشباب. طبعا ممكن نفوتها كلاسات البادي بوم والكومباكت وتكون طبعا بصاله الحديد وتمرينات بأوزان عالية بتكرار قليل.
لحتى نقدر نبني العضلة بشكل صحيح. في ناس بخافوا مثلا من الأوزان، مثلا لأن الناس بخافوا من الأوزان، البنات تقول لك لا أنا في عندي بصير عندي عضل زي الشباب، فإنه بخاف من هذا الحكي. لا طبعا، في عنا إحنا نستخدم أوزان معينة لحتى نعمل شيب، نرتب جسم الصبية لحتى يصير بشكل متناسق. ففي عنا تمرينات الكارديو، الكارديو بتختلف عن الايروبيكس، ايروبيكس ستيبس، الكيك بوكسينج. طبعا ما بيقتصر الكيك بوكسينج بس للسيدات، للرجال سوري، بس للسيدات ممكن، هذا بنزل كتير كمية وزن كتير عالي. طبعا في سيدات برضو كمان بتحكي لك لا أنا بس بدي سباحة مثلا. ممكن تيجيكي برضو كمان صبية تحكي لك إنه مثلا أنا بدي بس بمنطقة معينة تنزليني، فأنتك تكوني أنت متحكمة، تعطيها تمرينات معينة لحتى تنزلي لها من هذا المكان. هلا فينا إننا نحكي إنه 70% لإنقاص الوزن هو النظام الغذائي. النظام الغذائي أهم بكتير من إنه يعني مثلاً شوفيت إن أنا أروح على الجيم وألعب مثلاً ساعتين متواصلات وبعديها أروح أكل، تمام؟ لازم إنه أنا أكون منظمة أكلي. الأكل كتير مهم، 70% من الرياضة هو أكل. طبعاً مع شرب الماء، مع هذا ممكن إنه إحنا كمان يعني كل حدا بفوت عنا بنعطيه نظام غذائي لحتى يمشي عليه من A to Z. اوكي، هلا انا ككوتش ما بحبذ هاي العمليات، يعني هذا اشي بكون خيار اخير. بس هلا لما تجيني انا اصلا بنت اوريدي جاي عامله تحويل مسار، عامله ربط معده او قص معده، اول 3 اشهر هذا ممنوع انها تيجي تتدرب مثلا عندنا. بنعطيها نظام غذائي معين، بنحكي لها انها تمشي عليه، بعد 3 اشهر تيجي تدرب عندنا، نعطيها تمرينات معينه كارديو. طبعا نبعد او ابدا عن الاجهزه، ما بنمشي بس مشي وكارديو. احنا مجتمع شرقي بيختلف اسلوبنا بالحياه عن الغرب. هلا هم بكونوا اصلا من قبل بيلعبوا رياضه، فهلا هي بتكون بدها بس تقلد الناس انه الغرب وتبلش تلعب رياضه من اول بدايه حملها. طبعا هذا الحكي ما بيزبط، لانه اختلاف من جسم لجسم. نحن انا بحبث بالاول انه اول اشهر ما تلعب رياضه لحتى يكتمل نمو الجنين. بيكتمل نمو الجنين بعد 4 اشهر، بعد 4 اشهر تيجي لعنا بنشوف نسبة قد ايه صارت زايدة بال4 اشهر يلي مرقوا، وإذا كانت هي أصلا ممارسة للرياضة من قبل أم إنها لسه مبتدئة، وبنبلش معها. هلا لما تكون تمرينات صباحية، التمرينات الصباحية بتكون لكلا لجميع الأوزان، بس هلا لما تيجيكي صبية وتيجي تحكي لك إنه أنا بدي أسمن وهي بتكون وزن كتير خفيف، من التعامل معها بندربها حديد. الحديد مو معناه أني أنا أبني عضلات، لا، الحديد معناه أنه أنا أكون جسمها، أني أنا أفصل جسمها. لأنه في صبايا بتقولك لا أنا لازم بدي مثلا بدي أقوي عضلة المعدة، بدي أقوي عضلة الكتاف، حتى لو وزنها بيكون وزنها قليل، بس هي ممكن ما تكون فت، تحكي لها أركضي ما بتقدر تركض. هلا الطفل تحديدا من سن ال4 سنوات بنصح فيه انه يفوت رياضه، تحديدا الالعاب القتاليه للاطفال. ليه؟ لانه في اطفال بيكونوا لحالهم مثلا وحيدين، بتصير بده الطفل انه يعني انه يقاتل، يضرب، شيء زي هيك. فطبعا كل جميع الاطفال بيكون عندهم هذا الشيء، فانا بحاول انه نحن نحبذهم على الالعاب القتاليه تحديدا للاطفال الاولاد. الأطفال البنات كتير بحبت للأشياء الإيقاعية أو السباح. الأورينتال دانس كتير مفيد تحديداً، يعتبر من الكارديو، لأنه بتحرق فيه تقريباً 600 ل700 كالوري بالساعة. هو كتير بيعمل شيب تحديداً الأورينتال دانس. الأورينتال دانس بينقلك نقلة نوعية ما بين الواقع للخيال، لأنه أنت بتنسي كل إشي بمجرد ما أنك تفوتي كلاس أورينتال. تحديداً الأورينتال كتير بنقلك لعالم تاني. من ساعة ونص لساعتين بالجيم تكفي تماماً. هلا لو وحتى المشي لمده نصف ساعه
لا على مدار 7 أيام بالأسبوع هي تغني. أما يلي بيعمل أوفر لجسمه بالجهد هو يعني هو أتعب أرهق عضلته، هو بطل يستفيد. هي العضلة بتتعود على جهد معين فهي بتبطل إنها تستفيد، هو بيعمل أشي عكسي بتبطل تبني العضلة خلص وتبطلها نفس حجمها، هو بطل لا ينزل ولا يطلع بالوزن، عرفت كيف؟ خلص بتضلها وزنه ثابت، فهو ما فاد حاله، هو بالعكس ضر حاله، ممكن يصير عنده تمزق، ممكن يصير عنده التهاب بالوتر. الإصابات الرياضية جدا خطيرة، يعني في ناس زي ما انت حكيتي التمزق جدا مؤلم، واذا انت تمرنتي وانت عندك تمزق انت عم بتزيدي بالالم وعم بتزيدي بالمجهود، فانت ما عم بتفيدي حالك، انت عم تأذي حالك، لانه كل ما مارست الرياضه وعندك التهاب مثلا بالوتر، عندك تمزق، عندك التواء، انت عم بتضري حالك. لا، لازم راحه اسبوع بعدين ترجعي زي كانك مبتدئه من الأول. طبعاً نحن زي ما إحنا بنعرف ما في امرأة مو جميلة، كل السيدات جميلة، ربنا خلقنا جميلات، وكل واحدة بتختلف عن الثانية في بتميزها لو شغلة صغيرة بتميزها عن الامرأة الثانية. فما في ما في يعني ما بحب أسمع بنت تحكي مثلاً أنا مو حلوة، لا أنت حلوة، كنت نحيفة، كنت ناصحة، كنت بتعرف تلعب رياضة، كنت ما بتعرف تلعب رياضة، أنت جميلة. بس تأثير الرياضة على جمال المرأة، في سيدات بيكون عندها اكتئاب، فأنا أول إشي بنصح فيه إنه تعالي العب رياضة، شوفي كيف رح تتغير نفسيتك تلقائي بمجرد ما إنه بعد ما تتعبي وتغسلي وجهك بعد الرياضة تفرجي على حالك بالمراية هتحسي قديش أنت أنثى، قديش أنت انتقلتي ما بين إنه أنت ما بين الاكتئاب اللي أنت كنت عايشة فيه أو العمل. عندنا سيدات عاملات كتير وانتشرت في المجتمع إنه أنا نصف يلي بتدربوا عندي عاملات. كلنا بنعرف قديش الرياضة شيء جدا مهم للإنسان، وكلياتنا تعلمنا بهاي الفقرة قديش الصبايا والسيدات لازم تهتم بالنظام الغذائي بالإضافة إلى الرياضة. لبرنامج بيت العيلة رزان السيد.